إحدى ألعاب الأطفال الإلكترونية. أنت قلت لعبة تسعة، جابت لك تسعة، يعني الراد لك الآن 99 نقطة. يا سلام، بدينا بالتسعة، خلينا نشوف التسعتين بعد يجن. يا الله، السؤال الثاني كان إحدى مكونات التبولة، قلت كرفس، والكرفس موجود لو ما موجود؟ نعم موجود، ولكن البقدونس أكثر، 17 نقطة. السؤال الثالث كان إحدى مكونات الإسفلت، سارة قالت رخام، 0، أنت قلت جير، والجير احتمال قوي. نعم 32 نقطة، برافو عليك، بعد لك 50 نقطة. يا ولد، السؤال الرابع، مكان فيه ضوضاء، قالت الشارع سارة، 27 نقطة، أنت قلت ملعب، والملعب يمكن باحتمال أعلى وأقوى، و 30 نقطة. باوع، السؤال الخامس والأخير اللي يقول السؤال: شيء تحتاجه قبل الشوي، سارة قالت فحم، جابت 32 نقطة، أنت قلت وقود، والوقود 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 والوقود، جابت لك لا. مبروك 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 مبروك، فضلوا فضلوا، تفضل 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 تفضل، مبروك إذن، مبروك إذن لعائلة الحمداني التي استطاعت أن تصل إلى 200 نقطة، وقبلها استطاعت أن تصل إلى هذه المرحلة أسئلة السرعة بعد فوزها على عائلة المشهداني بشكل قوي، لأنها بدأت من صفر إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة. ألف مبروك للعائلة التي فازت اليوم. إذن 10 مليون دينار عراقي استحقتها عائلة الحمداني بجدارة وبجدارة قوية. تصفيق. عشرة مليون دينار عراقي للحمداني. ألف ألف مبروك من أول جولة، من أول دخول. حلو، تفضل، استاهلون، وألف مبروك، ألف مبروك، مبروك مبروك، ألف مبروك.